أن مسألة عبادة الأصنام ما كانت قبل زمن نوح، لأن ما بين ولادة نوح إلى وفاة آدم عليه السلام 1000 سنة. خلال هال1000 سنة بناء على متاعب اللي تعبها آدم وأولاده المؤمنون مثل يافث من أولاد آدم عليه السلام، يافث وذرية يافث علموا البشرية، علموهم الإيمان بالله تعالى، وكان هنالك أولاد صالحون. هؤلاء الأولاد الصالحون عاشوا مدة طويلة ثم ماتوا. لما ماتوا اجى إبليس لعنه الله وقال إذا تردون أن يخف حزنكم على هذول الخمسة من أولاد آدم، واحد اسمه ود، واحد اسمه سواع، واحد يغوث، واحد يعوق، واحد نسر، اللي أسمعهم اللي موجودة في هذه الآية. قال إذا تريدون أن يخف حزنكم وتستأنسون بهم بعد موتهم صوروا لهم صورة تمثال. قالوا ما نعرف. قال أنا أعلمكم. يجي قعد وقام ينحت بيده على الصخر على الخشب صور هذول الأولياء الصالحين، قلنا وهم أسمائهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. هذول كانوا يشوفون هالصور يستأنسون بهم، إلى أن مر جيل من الأجيال، النسل الجديد، الجيل الجديد، الجيل السابق راحوا، الجيل الجديد بعد 100 سنة أو أكثر إجاهم الشيطان قال تدرون هاي الصور شنو؟ قالوا شنو؟ قالوا هاي آلهتكم، آباءكم كانوا يعبدوهم، إذن عبدوهم. يعني الشيطان لعنه الله هو الذي أسس عبادة الأصنام والأوثان، فكانوا يعبدونها. إبليس علمهم على عبادة الأوثان، وإلا ما كانوا يعرفون.